في مساكم شعر، انتو الشعر وانغام الحروف، وللقصايد طعم ثاني في مساكم شعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان يصل إليه صوت إذاعة الفجيرة FM وألوان تلفزيون الفجيرة. اليوم وفي هذه الليلة الجميلة بيكون معانا ضيف مثل ما شفتوا وسمعتوا أيضا في الإعلان، ضيف شاعر جميل ستتزين به ليلتنا اليوم، ونستمتع بعذوبة حروفه ومفرداته وأيضا بقصائد الجميلة اللي تميزت وصدحت في برنامج شاعر المليون، فكان أحد النجوم اللامعين في هذا البرنامج، وقبل البرنامج أساسا نجم لامع ومتواجد في الساحة، إلا أنه سطع في البرنامج بشكل قوي وكان له صدى وكان له حضور أيضا جميل في هذا البرنامج. هو شاعر شارك في العديد من الأمسيات وأيضا المهرجانات الشعرية، وعنده أيضا مهرجانات قادمة خلال هالفترة بنتكلم عنها في الحلقة، له العديد من المقابلات واللقاءات إن كانت صحفية يعني أو إذاعية أو تلفزيونية، وأيضا له العديد من المقابلات أيضا والملتقيات اللي شارك فيها الشعرية. شاعر جميل نعشق تواجده، نعشق كلمته، نتابعه في الانستغرام، نتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونتابع جديده دائما. هو المتألق الجميل الهادي العذب الشاعر عبيد بن خصيف الكعبي. الله يسلمك وأحمد. الله والله مرحبا وسهلا، مرحبك يا أبو ناصر، ونرحب بمشاهدين جميعا، وبيض الله وياك على المقدمه هذه، اعطيتني اكثر من حقي. لا والله من القلب، الله يطول عمرك. من القلب، مو مكتوبه والله انك راعي طيب. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الشاعر، انا اول شيء سعيد انك موجود ويانا، خاصه وانك يعني من الناس اللي تواجدوا في برنامج شاعر المليون وقدموا صراحه يعني حضور كبير وحضور مشرف. ايضا كان لك حضور قبل شاعر المليون والحين حضور بعد شاعر المليون. أحس أنا كمتابع أنك أنت بعد شاعر المليون وخلاله بعد كنت أكثر ظاهر للإعلام، أنت نفسك متواجد، أعطيت مساحة أكبر لنفسك للتواجد. قبل شاعر المليون كنت شوي مقل في التواجد، خل المنتديات الواتساب والجروبات والأمور هذه، لا أنا أتكلم عن حضور على الشاشة، يمكن لأسباب أن عدم وجود برامج عديدة، يعني يمكن نحن نتكلم في الدولة برنامج أو اثنين يخصون الشعر، ويمكن هذا الشيء يميزنا. لكن أيضا الشاعر لازم يشتغل على نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي، بس أنت خلال البرنامج وبعده اشتغلت بشكل كبير. عموما بنوصل للبرنامج. عبيد بن خصيف الكعبي الشاعر عبيد، كلمنا عنه، عن عبيد، كيف بدايته، مو بدايته مع الشعر، بدايته مع الظهور والتواجد، خل الكتابات الأولى، تكلم عن بدايتك مع الظهور. والله بدايتي طبعا أي شاعر بداياته إذا ما كان فيه عنده هدف معين يبقى يوصل له، بيكون طلوعه طلوع واحد متواضع. جميل. ولكن إذا في عنده هدف، لتحقيق هذا الهدف لازم يسعى له ويكثف جهوده، سواء طبعا هو المقياس في كل هذا اللي هو ظهور الإعلامي. حلو. فأنت لازم تظهر ظهور إعلامي. شو درى الناس بك؟ ما حد يعرفك إذا أنت ما ظهرت في الإعلامية، ما حد يعرفك أصلا. فهني لازم تكثف جهودك عشان تطلع إعلاميا. حلو. عشان تخدم هدفك اللي تبى توصل له. طبعا احنا مشاركنا في شاعر مليون، الناس كيف بتعرفنا وكيف بتحصل المتابعين؟ كيف عندك انت مثلا شيء بتوصل للجمهور؟ هذا كيف؟ بطريقة الإعلام. فالشباب جزاهم الله خير سووا مثل الحملة الإعلامية بشاعر مليون، ونوجه لهم تحية من منبر كذا، وعلى رأسهم سيف بن عبود والربع جميعا اللي وياه، شكلوا لجنة مثل لجنة إعلامية واشتغلوا عليها صراحة. حتى أنا ما عندي خبر منها، بس فاجوني بها
وفعلا تكثفوا خلال البرنامج. خلال البرنامج ياخذون مقتطفات من البرنامج من شال قبل ويذيعونها على الشباب. هو شو قدم لك البرنامج بيت؟ اذا بنقول هل استفاد بيت بن خصيف من البرنامج ام ان هي مرحله يعني في الحياه، ام في فايده كبيره؟ تطور شعرك، تغير اسلوبك، احتكيت ببعض الناس فحسيت انك انت محتاج اني لا انا لازم اكتب شوي باسلوب مختلف، ام ان هذا ما اثر وايد يعني؟ لا والله ابو ناصر اثر. اول شيء اثر من ناحيه جوده القصيده. طبعا انت بتطلع للناس، ما بتطلع مثلا انت شاعر مليون، فهي شاعر مليون اكاديمي، فتطلع بمستوى اعلى من المستوى اللي كنت قبل. وخلال شاعر مليون اليوم حتى تكتب؟ نعم، تبدا تحاول انك تكتب مستوى مختلف عن نعم، ولكن كتجربة شعر مليون تقدر تكتب أي شيء ما عندك مشكلة، بس الجمهور شو يريد؟ أوقات يريد لك سهل ممتنع. أنت طبعا إذا كنت في أمسية، في لقاء مثلا تلفزيوني، الجمهور يبى منك شيء خفيف يوصل لقلبه، ما يبى مثل القصائد اللي تعدلها في المسابقات. قصائد المسابقات طبعا موضوع ثاني، لكن الجمهور يريد شيء منك، يريد روح، يريد شيء يلامس وجدانه. فهناك تلامس، هناك تريد في المسابقات تبى توصل لقوة القصيدة. بس انت بعد تبغى ترضي اللجنة، ترضي اللجنة وايضا ترضي الجمهور. فالحمد لله توفقنا يعني، حتى ما طلعنا من اطارنا الاماراتي، الكلمة الاماراتية يعني. حلو. الكلمة كانت موجودة. هذا موضوع الكلمة بنية، بس بعد ما نسمع القصيدة الاولى وبعد ما نذكر المتصلين بان رقم التواصل معنا هو 09 4 2 3 4 5. إذن رقم التواصل معنا في برنامجكم المسايا الشعري الخميسي مساكم شعر هو 09 22 22 3 4 5، ومن خارج الدولة مسبوق بفتح الخط اللي هو 00971 9 4 2 3 4 5. شاعرنا نبغي نروح للقصيدة الأولى ونستمتع بها مع متابعينا. حاضرين، هاي القصيدة الأولى ما عديتها إلا هني عندك أبو ناصر. يا سلام، حصرياً على قولته. فهي قصيدة وطنية، نحن الحين مقبلين على اليوم الوطني لدولة الإمارات، الله يديم الأمن والأمان علينا وعلى شيوخنا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم جميعاً. فكلمات بسيطة يقول فيها: إحنا ولانا مكتبته الوزارات، إحنا ولانا مكتبته الوزارات، ما حد في كثرة ولانا لزمنا، احنا ولانا نابع من صدى ذات، هذه مواقفنا وهذه ذممنا. الله، ومهما هذه مواقفنا وهذه ذممنا، نحن ولانا مكتبته الوزارات، ما حد في كثرة ولانا لزمنا، احنا ولانا نابع من صدى ذات، هذه مواقفنا وهذه ذممنا، ومهما يزيد الوقت كيد وصعوبات، الرد لولاة الامر والتحمنا، ما زاد حب الدار بظروف وأوقات، حب الوطن بقى في صغرنا احتزمنا، آمر يا أبو سلطان سمعا وطاعات، نحن إذا منا عزمنا نؤمن بأن إذا اتخذت قرارات عن عقد راي وبالبنود التزمنا، زايد موصلنا جميعا وهيهات عن رأيكم يا سيدي من قسمنا. الله. وخذنا يا أبو خالد بيوم المهمات، أرواحنا لجلك تسابق هممنا، إذا تحزمنا من سوق المشارات، من فوق واخذ الثار خذنا سهمنا، ما حد ينافسنا على الانتصارات، ما كنا هلا واحدة من قيمنا، متوحدين بيوت وفراح واهات، حتى تقاسمنا الونين بألمنا، بالمختصر احنا يا أهل الإمارات قبيلة الوحدة وهذا علمنا. الله الله، صح لسانك. صح الله بدايه، صح لسانك. نعم والله، احنا قبيله واحده. اي والله، اهل الوطن وهذا علمنا. نعم، الله يحفظ شيوخنا ان شاء الله ويحميهم ان شاء الله. شاعرنا ما شاء الله عليك، يعني انت من قبيله ولا قصور في كل القبائل، اغلبها شعراء. نعم صحيح. فاكيد ان البيئه اللي انت عايش فيها اثرت فيك في بداياتك، تأثرت بشعراء معينين من عندكم، يعني الشلات ما شاء الله عندكم كثير من الجماعة أصواتهم جميلة، وخاصة عيال بن نعمان.
حمد واجهنا بتحية والله الجماعة. فنبغي نعرف يعني هل البيئة كان لها دور في تشكيل خلنا نقول الشاعر عبيد أبو أحمد؟ سبحان الله، بداية الشاعر ما أدري نسميه إلهام، ما أدري نسميه، بس طبعا شيء هذا ما تدريبه، تكتسبه يمكن من بيئتك، يمكن من الناس اللي حولك، طبعا ممكن هذا فطرة من الله سبحانه وتعالى يخلق فيك أنت شاعر، تجيب القصيدة طبعا. في كل إنسان شاعر يرحبك مرحبا ويعطيك الكلام الطيب، ولكن الشاعر كلامه مقفى يفرق عن الناس الثانيين. فهني البيئة طبعا أكيد أنها لها دور، وكنا كان طلوعنا احنا ما كان ذاك الوسائل التواصل اللي هي طبعا اللي هي معروفه، كان مثلا برامج الموجوده كانت ذاك الايام في تلفزيون دبي وهذا، بس لا تقول انك كبار في العمر يعني ابو ناصر. هذا كم في السبعينات كان؟ لا هذا اظني في 2010. الشاعر خلينا ناخذ اتصال على 0942-345 ويانا مناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا أختي. أمسي عليكم أستاذ الكريم بن ناصر وعلى الطاقم الكريم لهذا البرنامج الهادف وضيفكم الفاضل وعلى جميع المشاهدين ومشاهدات خلف الشاشات. الله يسلمك. شعر ومساكم محبة ووحدة وروابط وثيقة لا تنقسم عراها. آمين. ما كان ودي والله يعني أخذ من وقت ضيف البرنامج، وأنا أستسمح يعني إذا بيأذني في يعني قصيدة يعني تأخذ من وقت البرنامج وتحمل رسالة يعني بين طياتها، أرجو يعني التفاعل معها، فما أدري هل يسمح لي ضيف البرنامج بإلقاء القصيدة. هذا برنامجكم مو برنامج هاي، والله أنتوا اللي تشرفون الله يطول عمرك. كلك بوقتك الله يجزيك بالخير. قصيدتي جزاكم الله خير اليوم رسالة يعني لكل مواطن غيور على بلده وسمعته وكرامة أرضه وعلاقة أرض بجيرانها وأحبابها. قصيدتي لها موقف يعني حدث لي صباح هذا اليوم، وهو أني يعني احتفالا وفرحة باليوم الوطني لدولة الإمارات القادم بإذن الله في الثاني من ديسمبر. الحمد لله تهيأت يعني لأفرح بهذه المناسبة، ووضعت إعلام دولة الإمارات على سور بيتي، ووضعت أيضا إلى جوارها يعني علمين للمملكة العربية السعودية من باب التأكيد يعني للجميع على قوة ومتانة الرابطة بين شعب الإمارات والمملكة العربية السعودية، ووقوفهم جنبا إلى جنب من أجل الحفاظ على كيان منطقة وأمن شعوب واستقرار مواطنين. طبعا تفاجأت صباح هذا اليوم بيد شخص يعني نذل اسمح لي يعني امتدت ونزعت إعلام السعودية وأتلفت تركيب علم الإمارات من على سور المنزل. يعني الموقف اللي أثار فيني الغيرة على بلدي وكرامة وطني وشعبه وعلاقته الوطيدة بالمملكة، لكن كان الله أقوى من كل يد آثم. نعم. وصورت كاميرات مراقبة في المنزل مشهد انتزاع علم السعودية من سور المنزل وإتلاف العلم. وانت أختي كتبتي قصيدة في الموقف. أيوة يعني. كتبت هذا قصيدة يعني فضلي. من رد لاعتبار المملكة والعلم. العلم في القلب، العلم في القلب مش في الـ صحيح انه رايه ولكنه يبقى في قلوبنا ساكين. بس يبقى يعني امتهان العلم بعد يعني يؤثر في يعني في كرامه الشعب وكذا. صحيح. احنا ما نرضى لاي يد. نعم. خبيثه تمتد على علم وتهينه وتنتزعه من ان شاء الله ما حد يهينه باذن الله. تفضلي ان شاء الله. اقول يعني جيت بفرح باتحاد ما يشيل الا خوه بين درهمه ورياله، وارسم العالم عرفنا كل دليل للمحبة في جنوبه أو شماله، ده السعودي للإماراتي خليل ثبت يدين الحسد راعي السفالة، اللي بيساقته أفكاره بليل واتلف الإعلام بغي وضلالة، محترم كلمة شهادة ولا جميل للوطن يكرمه في مشية نعاله، روح سول فكرك وقلبك غسيل يا عديم الخلق يا عون الحتالة، راية بلادي على قلبي ضليل جعلي دين اللي يخربها الشلالة، وراية التوحيد عزي ومستحيل اسمح لمثلك يدنسها بنذالة، لا تظن اني رح اسكت يا عميل للنفوس الخاينة واهل البطالة، ولا تظن انه حبل حقدك طويل
الوطن لرجال، الوطن لرجال تحميه بعدالة، لعلم أرض السعودية دخيل، في نظرك بحاجة لتغيير حالة، في نظرك بحاجة لتغيير حالة، ولي وطننا في نظر عينك قليل، يا قليل السنع دور لك بدالة، من تطول إيده على الراية دليل، عايش في مستنقع ضغان وجهالة، كلمة باقولها يحقر نزيل، وكل نذل صفعة على وجهه يبالة، ذا السعودي للإمارات يا خليل، والإماراتي له عضيدة مجالة، دولة وشعب وقيادة ولا مثيل، في مخوة بين درهمه وريالة. سلام. وأنا ناشد كل مواطن غيور على بلدي وكرامة أرضه، يعني التحرك لنصرة الإمارات في هذا الموقف والرد على هذا الخبيث اللي امتدت إيده على الإعلام وأتلفتها. أنا أشكرك، أشكرك جدا أختي مناصر، وإن شاء الله نكون متواصلين دائما. شكرا، تكلمت بلسان الجميع ما قصرت. شكرا. نعم نعم. بنتوقف مشاهدينا الكرام مستمعين الأعزاء مع هذا الفاصل البسيط، وبنرجع مع الجميل جدا عبيد بن خصيف الكعبي ونستمع أكثر لقصائده، وأيضا ناخذ مداخلاتكم مشاركاتكم معنا وآراء حول مختلف المواضيع اللي بنناقشها. لا تروح بعيد، راجعين. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء وبرنامجكم المسائي الشعري الخميسي مساكم شعر، ومعانا اليوم مثل ما شفتوا الشاعر الجميل وضيفنا العزيز الشاعر عبيد بن خصيف الكعبي. ابو احمد، شاركت في قلنا شاعر المليون وكانت مشاركه جميله، لكن يا اخي شاعر المليون ترى برنامج خاص، احنا شفنا في مواقف سابقه ان في بعض الشعراء انحرجوا على الهواء لسبب عدم اختيار قصيدة مناسبة، ولا أن قصيدته مثلا ضعيفة أو إلى آخره. ما ياك، وبعضهم من التصفيات أساسا ردوهم يعني. نعم. فما ياك هذا الإحساس أنه أخاف أنحرج، وأنا عند ربعي وناسي والشعراء يعرفوني، وأروح أدخل بشعر المليون يعني يا قصيدتي ما تلقى القبول من اللجنة يا غيره وانحرج، ما ياك هالإحساس؟ والله يا أبو ناصر تبى الصدق، يعني الحالة النفسية اللي يكون فيها الشاعر قبل ما يطلع على المسرح الله لا يرويك إياها، يعني فعلا أعصابه تكون مشدودة، لأنك أنت تقابل الجمهور أول شيء قدامك على المسرح، أول شيء من الجمهور متذوق الشعر، دكاترة في الشعر، الناقدين، غير الفي آي بي الموجودين، يعني يمكن يك شيخ، يمكن يعني كلك تفكر غير التلفزيون والعالم، ملايين الناس، الكاميرات اللي توصل لك للعالم، هاي الروح تكفيك، فأنت الرهبة هذه اللي عندك يعني شو يكسرها؟ تقول الحين شو بسوي؟ سبحان الله، اول ما تحط ريلك على المسرح، انا اتكلم عن نفسي واوجه التحيه لاخواني جميعا اللي كانوا في الموسم، تنسى كل شيء، تحطي ريلك على بدايه ما تدخل خلاص تروح الرهبه وتسمي بالرحمن تدخل. بس فعلا يعني اذا في موقف معين يعني يستوي لك او تنسى بيت او تنسى شيء احراج، فهني لازم تكون متأني، لازم يعني تتأكد من أنك حافظ قصيدتك صح على الأقل 95% أقل حاجة، وبس هي موجودة وياك تكون بعد ورقة، تكون موجودة، بس أنت إذا تقرأ من التليفون طبعا أو من الورقة ما بتقدم ذيك القصيدة اللي هي ما تعطيها إحساس صح. لا لا أدري، بس أنا أقصد تكون موجودة عندك احتياط، لو تكون موجودة نسيت على الستاند قدامك، لو نسيت شيء. نعم، بعدها مرة مرتين ثلاث خلاص تبدأ، إذا تأهلت يعني تبدأ تعود، عاد تكون عندك خبرة. طبعا انت في المسرح ما تشوف على الستيج، ما تشوف اللي على المسرح، ما استوى لك موقف شيء؟ لا الحمد لله رب العالمين، بس الموقف الوحيد رن تليفون الدكتور غسان على الهواء. اظني اول مره يرن تليفونه في شاعر مليون في حلقتي انا. الله يوفقه. ولا لا لا، بس اتكلم وياه قال منو متصل لك؟ يقول له سلطان على الهواء. اي والله الله يعطيك الصحة. شاعرنا نبغي، أنا اللي عارفة أني استمعت منك قبل عن قصيدة جميلة كانت في السعودية وفي الملك الله يحفظه الملك سلمان، ف
أنا أتمنى لو موجودة عندك أن نسمعها. نعم طبعا، مدام سمعنا في البداية وطنية على الإمارات نبغي. الله يطول عمره، هذه الهامة وهذه الشخصية الجميلة اللي جت فعلا في الوقت هذا نحن محتاجين لها، العالم كله محتاج لها. وأنا عديت القصيدة الثانية اللي في 24 عن الملك سلمان. جميل. وعلاقتنا في ازدياد ومحبتنا، حتى الشعب السعودي والشعب الإماراتي محبة اللي بينهم محبة غير طبيعية. أكيد طبعا، أكيد طبعا. فيقول يا سيدي يا الملك، أمرك على المسلمين، تامر على رقابنا والأمر ما نتركه. يا سيدي يا الملك، أمرك على المسلمين، تامر على رقابنا والأمر ما نتركه. سلمان سلم الصديق ورادع المعتدين، عظما جبر له مصابة وعظم بيده فركه. يا ناصر الدين يا مبطل رد الفاسدين، يا كاشف أفكارهم في عالم الفبركة. يا سم المنافق ويا مرهب المشركين، والناس المنافقة أخطر من المشركة. أضرب على العنق لين الذل المنافقين، لكن نرخص أرواحنا في خدمة المملكة. وصية العود زايد، وصية العود زايد وصلت للبنين، خذها محمد وفعله قل من يحبكه. نحن عيالك وخذنا سد يدك اليمين، نحن جنودك إذا ما اشتدت المعركة. خبر ولي العهد بالعهد والعهدين، محمد اللي يحل العسرة الشايكة، يفلق من البحر ولا يطبق الأخشبين. نحن معه في الطريق اللي يبقى يسلكه. الله الله جميل، الله يطول، الله يحفظ المملكة والإمارات وشيوخنا إن شاء الله. وأنتوا يعني كشعراء من خلالكم، هذا يوم يقول لك الشاعر لسان أو إعلام بلده ولسان أيضا شعبه ولسان شيوخنا ولسان وطننا، نحن من خلال الشعراء ومن خلال طبعا الفنانين وغيرهم، ولكن إذا اليوم نتكلم عن الشعراء، من خلال الشعراء نوصل رسالة هادفة إن كان للصديق أو رسالة ثانية للعدو. أكيد. فجزاك الله خير على هذه القصيدة الجميلة. الله يسلمك. سؤال أخير في شاعر المليون قبل ما ننتقل لموضوع ثاني. بعد شاعر المليون، خلصنا من شاعر المليون، عبيد كيف بيقدر يحافظ على الهالة القوية الإعلامية اللي حصل عليها في شاعر المليون؟ طبعا المحافظة مش بسيطة، أنك توصل نقطة معينة وتحافظ عليها صعبة جدا، ولكن قد ما نقدر بظهورنا الإعلامي، بظهور في الملتقيات. طبعا اعتقد على حسب ما سمعت، انا ما متخصص في مجال الاعلام، ولكن يقول لك الظهور اللي هو السريع عقب انطفاء سريع. ففي حد، والشاهد ان في حد من الشعراء يعني تتمنى ان ينزل قصيده، يعني قليل جدا في نشر القصائد، يعني صح. مثل ما تقول نادر ينشر. فهذا اول ما ينزل القصيده، وانك تسمع ان الريال منزل قصيده، تبغى تعرف شو هذا منزل. غير فصلك. أنك اليوم تحرق نفسك، أنت جالس تحرق نفسك كل يوم كل يوم، هي مش الهدف أنك أنت الكمية هذه، لا النوعية، هي النوعية والهدف. بس أنت ترى لازم تعرف متى تنزلها وفي أي مكان بعد، لأن لا دور تواكب الأحداث، يعني تواكب الأحداث. أي حدث في مستوي يعني على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي، أنت لازم تكون موجود مثقف مطلع يعني استمرارية في الاطلاع دائما. فهم قصدك. نعم نعم، ومتابع ومواكب وبالتالي بشكل عام. نعم هذا حتى بيعطيك دافع انك تكتب. لان تكتب انا نعم. عندي حدث معين وبكتب عليه. ما توقف. شاعر ثاني شارك ايضا في شاعر المليون وابدع في شاعر المليون معانا على الهواء، وانا طبعا عادتي ان الشعراء اللي عندي احيانا يستوون مذيعين، فتاخذ انت طال عمرك هذا الاتصال واستوي مذيع. أنا اليوم بسألك أسئلة أبو ناصر، بخليك أنت الحين بستلم قصدك. استوي مذيع. الله يسلمك. قول ألو. مرحبا. ألو. مرحبا. يا مرحبا الساع. من معي تفضل. الله حيه. يقول لك من معي تفضل يقول لك. وياك أخوك عظم مسعود. وياك عبيد بن الصيف الكعبي. يا مرحبا يا مرحبا الساع عبيد، ايش حالك؟ خير الساله. انا بديتك لقب على الالغام اللي خطبت بها. والله هذا شو خميس من فليشه. الله. يا مرحبا يا ابو عبد الله، الله حيه وحيه الصوت. بدايه أن امسي بالخير
على المتابعين وعلى أسرة البرنامج وعلى أخوي وصديقي أبو ناصر وعلى ضيفة أخوي الغالي الشاعر عبيد بن الصيف الكعبي أبو أحمد. الله يحييك يا أبو عبد الله، تشرف. وأقول لك كل من يتابع هذه الحلقة اليوم مع أبو أحمد مشاكم شعر. الله يطول عمرك. وبأمانة يا أبو ناصر كلمة حق وتنقال، اللي يعرف عبيد من قرب يتشرف من أخوته ويفتخر فيها، تواضع طيب وأخلاق عكس بعض الناس اللي ضيعهم تعالي والغرور. الله يعزك، نتعلم منك أبو عبد الله، تسابقنا في العمر وسابقنا الموسم السابع بعد. يقول لك خلك هاي ما بعرف. الله يطول عمرك، سابقنا في الموسم السابع أنت أبو عبد الله. الله يطول في عمرك، ما عليك زود يا أخوي عبيد. الشاهد الله أني اليوم أنا يعني أتشرف أن تكون لي مداخلة معكم. الله يطول عمرك، والله نحن نتشرف. سمعنا صوتك. خميس بن بليشة أكبر ولا عبيد بن خصيف أكبر؟ والله في العمر في العمر في العمر. أنت طالع الصور يا ريت بتشوف الصور. خميس الصور يا عبيد. هذه عقب عقب التصفيدات. خلاص أنا أكبر منك بسنة يا أبو عبد الله. عقب التصفيدات. تصفيدات يقول. زين. أنا ما باخذ من وقتكم، أنا أيضا مستمع ومستمتع شاهد الله. شو رايك بمشاركه عبيد في شاعر المليون، وانت خاصه انك قبله كنت مشارك في شاعر المليون؟ والله عبيد بامانه يعني شرف الدار وشرف كل من ينتمي له وشرف الساحه. الله يطول عمرك. ولكن يبقى برنامج ترى مساله بعد ايضا الحظ له دور، والتصويت والامور هذه. والتصويت والامور. نعم. صوت لي ابو عبد الله. صوت لي انا والله اللي عمري ما صوت. بصوت صريح برا بعد. هاي قلت لك يوم صوت لك. لكن الشاهد الله اني صوت لك معنوي يعني مش مادي. ما نبغى اقول، ما نبغى البعض. احد قال لك تقول لي الدور مذيع اليوم؟ المهم انا الله. ما باخذ وقتكم ابو ناصر، انا عندي سؤال وعندي طلب. تفضل. بما انك عبيد لقبت بالغاب كثيره، منها شاعر القوافي العسره يمكن ما البعض ما سمعها، ولكن احنا قراب منك. شو اسمها ابو عبد الله؟ انا اول مره اسمعها. شاعر القوافي العسره. الله. زين. ومن اهمها شاعر الدار. الله يطول شاعر الدار. نعم ما ادري سبحان الله. تستحق هذا اللقب. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. لكن السؤال، يقولون ان المنابر الوطنيه في الامارات اللي يكون فيها حضور شخصيات كبيره لا يعطى للشاعر اللي مثلك وشرواك فرصه للمشاركه فيها، ويقولون ايضا محصوره فقط على اسماء معينه كان ما في البلد غير هذا الولد. هل هذا الكلام صحيح؟ اتمنى اسمع منك الجواب بكل صراحه وشفافيه، وهذا ما عهدناه منك. وتشوفك على خير يا عبيد. اقول لك بعد الحاضرين بتسكر عنا خلاص صحينا برايك. الله يطول عمرك. جاوب ما دام هو ويانا على وجهه. في بعض فعلا في بعض الشعراء ظهورهم مثلا دائما تشوفها دائما ظهورها هو ما دايماً. يتكلم عن الشعراء، يتكلم عن المنابر بي نفسه بي المكان الحياة. نفسه بي فالشاعر هذا في شعراء دائما ظهورهم الاقوى، بما انه هو يمكن كانت له سيره تاريخيه وكان له وجود قوي ويستاهل. والمنابر اللي الحين اللي مثلا القويه اللي عندنا في الدوله، وكلام ابو عبد الله يعني ظهور شاعر معين فيها ولا شاعرين هم يستاهلونها هذه، لانهم هم اصلا سعوا. ولكن في المستقبل نحن بننافسهم. بننافسهم انا وابو عبد الله والربع اللي عندنا، وبنثبت وجودنا. كيف بتنافسهم اذا يقول لك المنابر اللي ما تعطيك انت؟ لا بتعطينا، ليش ما بتعطينا؟ في عندنا بالعكس، اذا شافوك انت ظهورك جيد وظهورك. طبعا هو ما بيخاطر في المنبر مثل هذا، ما بيخاطر باي شاعر. ارجع واقول لك ابو عبد الله يقصد ان في شعراء اسماء معينه لعلاقات معينه، مش الموضوع لشعر فقط، ولا لا ابو عبد الله؟ انا ما راح اعقب على شيء. ابغي ابو احمد
يجاوب اللي يشوفه هو. زين ابو عبد الله، الحين انا بسالك هو. انا بسالك سؤال ثاني. يا اخي اذا مثلا مستويات الشعراء متقاربه وهذا لا افضليه وهذا لا خبره في الشيء هذا، ليش نحن ما نعطيه يعني السنوات اللي بعده، السنوات اللي بعدها بعد الشاعر هذا بيستلم شاعر ثاني؟ لا لا، نحن انا اقول لك مش انا اللي اقوله، الكلام اللي يدور حول هو فعلا الحالة. كلام الشارع الشعري فيه الكلام هذا يتداول صحيح، ولكن انت ان شاء الله ابو عبد الله حين نوعدك انا وابو ناصر ان شاء الله انك تشوف ان شاء الله يمكن تشوف اسماء غير ان شاء الله، اسماء ثانيه باذن الله. عسى الله يوفق الجميع ان شاء الله. الله ما عيب الجواب زين. لا لا عيب لا 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 بالعكس، لا لا ابو احمد جوابه دبلوماسي ولا ما راح اعارضه في هذا الجواب. فهمت شو يعني الدبلوماسي؟ ما اعرف شو الدبلوماسي. مثل بي اي بي. الله يطول عمرك. جزاك الله خير. لانك انت ما اعطيتنا اسم معين، لو اعطيتنا اسم معين لا 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 ما في ما في اسماء. بعد نفس الشيء لا، المقصد ان اتاحت الفرصه اللي يمتلكون ما يمتلكه غيرهم يعني. صحيح. مش لازم يكون المنبر الاول، على الاقل انه يجرب المنابر الثانيه. ان شاء الله هاي هذا كلامك ابو عبد الله ان شاء الله انه يعمل به يعني، وانه يوصل للمكان المخصص له باذن الله. بالعكس انت واحد من اللي يستحقون انه يكون الله يطول يعني في المقدمه ويشرف شاهد الله. الله يبارك فيك. مشكور يا ابو عبد الله، جزاك الله خير. اسمحوا لنا على الاتصال. لا بالعكس طال عمرك. جميل انت ابو عبد الله، جميل. انت الاجمل. الله يعزك حبيبي يا ابو عبد الله. واللي عدالك بعد هذا اللي صبغته نفس صبغتي انا بعد ما هو بس. لا لا انت اغمق شوي. اغمق بس احلى يا اخي. لا اغمق يعني الخوار قول. اليوم ابو احمد اليوم مطرشله ان اليوم بيكون عندنا عبيد بن خصيف وكذا، وهذا اذا حاب تشارك. قال لا اسمح لي، مو بحاب اشارك. يمكن اسمعنا ويشارك الحين. لا علي اقول الخوار. قال لا اسمح لي ما بشارك. قلت له يا ريال ما حد يبغاك تشارك، انا حاط لنا بس في الجروب مطرش انا. والله الكل يتشرف ان يكون له مداخله ويا ابو احمد ان شاء الله. الله يطول عمرك. وعلي ايضا بس من باب المداعبه ولا هو؟ طبعا اكيد اكيد. لا قلبه طيب ابو احمد. طول في عمرك. وحط لي ويوه ضحك، وحط لي ويوه ضحك. سلامتك يا ابو عبد الله. ورد سلام. مشكور يا ابو عبد الله، مشكور. مرحبا السلام. مرحبا. شاعر خذنا القصيده بس عاد نبغي شيء من اللي يرطب غزل. ما يحتاج. قبل الغزل في قصيدة توني جاي على الخط كاتب منها أبيات بسيطة يعني. يقول وش يعني أنك تكون إنسان؟ جاوب عبد الله. وش يعني أنك تكون إنسان؟ وش يعني أنك تعاملنا؟ وش يعني أنك تخلق أحضان تحيي شعور وتبادلنا؟ يعني بلونك بدون ألوان من طيب خاطر تقابلنا، الداري الود والإحسان ما تحاول أنك تزعلنا، تجبر بأنك بعض الأحيان عشان نرضى تجاملنا، نأسس الطيب قوة ركان ونعيش وحدة تفاعلنا، لو قدر الله بأي كان نترك عشانك مشاغلنا، يعني جميعا نكون أخوان، نرمي ورانا مشاكلنا، نزرع ونقطف سنين سمان ونتم نروي تواصلنا عشان نفهم وش الإنسان لازم نراجع تعاملنا. الله، هذا كتبته أنت ياي؟ هي على الخط. ما شاء الله عليك، كله فرش حق البرنامج هذا. والله أنك تستاهل. الله برنامج يستاهل. متابعين يستاهلون. تستاهل الطيب. هل يعني خلنا نقول ساحتنا الشعرية ما بقادرة أنها تظهر بعض الأسماء أو خلنا نقول تطلع الذهب المدفون فيها من شعراء وخاصة الشباب؟ يعني بعض الدول الخليجية في فترة خاصة من فترات كانت شغالة على شيء يسمونه تنجيم. نعم. التنجيم يعني يسوون نجم من شاعر جميل ولكن يسوونه نجم، يختارون كم شاعر لهم تواجد، لهم حضور، لهم كاريزما، لهم كلمة طيبة، ويبدون يشتغلون عليهم، الإعلام نفسه يشتغل عليه. نحن هني هل احنا طبعا ما عندنا هذا الموضوع، ما نلاقي حد جهة تركز على حد. لا ما أعتقد. ولكن
هل نحتاج لهذا الموضوع؟ هل نحن نفتقر له وناقص عندنا؟ وكيف نقدر نسويه؟ يعني كيف نقدر نسوي هالموضوع؟ انا اعتقد ان مشاطرة، موضوع هذا مشاطرة بين الشاعر وبين الإعلام. معنى أنك أنت كشاعر لازم تنافس، لازم تثبت وجودك. أنا ما أقدر أجيب لي، أنا كإعلام ما أقدر أجيب لي شاعر يعني شعره ركيك، أو أن الشاعر يعني ما عنده ذيك الكاريزما، على أقل شيء إذا ما كانت الكلمة يعني، وأطلع قد وأقول له تعال بخلق منك شاعر، ما أقدر إلا إذا كانت هو عند الرغبة، هو يسعى أصلاً للإعلام. يا سلام. يعني على الأقل له نسبة معينة 70% يهتم بنفسه ويسعى للإعلام ويطلع، مو بلازم في سنة ولا سنتين، يا أخي اشتغل على عمرك 10 سنوات ما في مشكلة، أنك المهم أنك تطلع وتوصل. يا سلام. أما تجلس مكانك وأنا أقول والله ترى الإعلام يجيني، منو بيك أنت؟ واحد بيك. والإعلام مش فاضي إنه يروح يدور عليك في مخابئك ولا في هذا. اطلع يا اخي في منابر وايد تقدر تطلع فيها، مش لازم انك انت بس تطلع على وسائل التواصل. وفعلا مثل حتى لو وسائل التواصل، حتى لو على الواتساب، بس تيك يا ابو ناصر انت شخصيا تيك قصيده من كل قصايد تسمع لهم؟ لا. ولكن لو جت قصيده فارقه بتسال من هو هذا الشاعر؟ حتى لاول مره تسمعها بتروح تبحث عنه كاعلامي. انت ذكرتني بموضوع مشابه لهذا الكلام. عندنا شاعر اسمه أحمد شلشول وأحمد نعم أحمد عبيد، ونوجه له احترام وتحية وريال خوي تراه. هي والله والنعم فيه. أحمد كان ظاهر في وسائل التواصل الانستغرام الكلام هذا، وكل يوم ينزل له قصيدة يعني ريال على راحته. شوي ويجي اتصال قبل فترة، وهذا شيء أنا أشكرهم عليه، اللي هم مركز الشارقة للشعر الشعبي. حلو. وكان من الأخ ناصر الشفيري من المركز، أن يا عبيد دحن يا أحمد دحن نقرأ قصائدك ونشوف بعض المشاركات اللي تنزلها إنستغرام، وعايبت لنا قصائدك ونبغيك تشارك ويانا في المهرجان. واختاروا في المهرجان وقدم في المهرجان، وكانت تمسية جدا جميلة. القصد أن مثل ما قلت لا تستهين بشيء. صحيح. الإنستغرام أي وسيلة لا توقف عنها. أيوة. تواجد فيها، لأنك ما تعرف أنت من وين بيعرفك الشخص الآخر. أوقات بيت، أوقات شطر من بيت واحد يوصلك للعالم، شطر بس مش قصيدة. فالناس الجمهور أول شيء يبحث عن والجمهور من هو؟ الجمهور هو الإعلام، هو الشخص العادي، أهلك، عربانك، أي شخص على المستوى الصعيد مثلا الساحة الشعرية أو متذوقين الساحة الشعرية هو جمهورك أنت. صحيح. فتعيبه كلمة واحدة منك أو بيت واحد يعني يمكن أنت تطلع فيها. صدق صدق صدق. على 0942-345 التواصل معنا عبر الهاتف. إذن 0942-22-345 للتواصل معنا، ومن خارج الدولة مسبوق بفتح الخط. أبو أحمد عندنا اتصال بناخذه. ألوس عاد ما بكل مرة. أنت ما بكل مرة عندي هذا الدور عندي. السلام عليكم. الو. يا ريت صوت الراديو عندك ولا التلفزيون تبند. الله يسلمك. الو ظهر بند كله. يمكن صوتك ما عيبهم. يجوز انا خلنا الحين نقدم برنامج. مخرجنا فصل ولا اوكي؟ ناخذ الاتصال الثاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. هلا والله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالرضا والنعم. يا مرحبا. يا مرحبا يا ابو ناصر. مرحبا شرفنا. احمد خلف البدواوي. والنعم ابو سعود. ونعم. مرحبا مرحبا ابو سعود. الله حيه الشاعر هذا استاذي ترى احمد خلف ما شاء الله. هذا الرجال يعني رجل، قبل ما تكلم ابو سعود نحن بسوي لك مقدمه يعني، بس مو بانها ما بقد مقامك يعني. ابو سعود رجل اديب، رجل شاعر، مثقف، مطلع يعني، ونتعلم منه. انا شخصيا تعلمت منه كثير. العفو يا ابو احمد. العفو. هذا طال عمرك تواضع الكبار. الله يطول عمرك. واحنا طال عمرك في الشعر والسمت والمعون اللي ما رد الراس غير لكم يا ابو احمد. الله يجزيك خير من طيب. وانا هني اليوم صراحه ابو ناصر وترزول الجيره. الله يسلمك. وين حصلتوا هذا العملاق؟
هذا طال عمرك في قلوبنا. الله يطول عمرك وانت قدامنا. الله يسلمك. مشكورين على شكركم انكم تحتون فرصه الاجتماع على الدرر من شاعر كبير مثل عبيد بن حصيف الكعبي. الله يعزك. على اتصالي الله يحفظك يا ابو ناصر باسم الله الجزئين. الجزئيه الاولى بعلق وبعقب على كلام انه الساحه الاماراتيه ما قدرت تبرز شعراء. انا اقول المايدي بالظاهر عندنا علم صحيح ورمز، في الكويت ما حد يعرفه، في السعودية ما حد يعرفه. السبب إعلامنا وظلمة للشاعر المحلي. عندك مهرجانات مثل الجنادرية وحلف براير ما يجيبون حد من عندنا، وإحنا أي مهرجان يسمع عندنا يقول لهم تعالوا تفضلوا. أصبح إعلامنا يخدم الشاعر بغض النظر عن الجنسية. نعم لا لا أنا أقول لك يعني من واقع هي صحيح بغض النظر عن شو جنسيته غير الإماراتي أكيد. أنت تقصد أنه أكثر تواجد ويوم يكون عندهم إحنا ما إحنا يكون لنا منابرنا يعني الحظ هذا نفسه اللي عندهم. نعم الله يحفظك يا ابو نصر. أنا هذا كان تعقيب إن إعلام ما خدم الشعر الإماراتي بشكل معقول. يعني أنت الحين طريت القامة اللي هو المايدي بن ظاهر الله يرحمه. نعم. المايدي بن ظاهر يوم استوى المسلسل في رمضان عن المايدي بن ظاهر، مسلسل كان نعم. في رمضان عن نعم. حياة المايدي بن ظاهر بغض النظر يعني يعني هل المسلسل رضى حد ولا ما رضى حد ثاني، ولكن انه في مسلسل. المسلسل نعم. هذا ترى هي شغلة إعلامية، المسلسل خلى ناس كثير ما كانوا يعرفون المايدي بن ظاهر يتابعون المسلسل كمتابعة، وبالتالي عرف شيء اسمه المايدي او شخص اسمه المايدي بن ظاهر وقصته غريبه وينيه وسالفه وكذا. فبالتالي نرجع للنقطه هذه اللي ذكرها ابو سعود ان الاعلام انا معاك في انه له دور كبير في انه يوصل الشاعر الاماراتي الى خارج الحدود. أيوة أبو ناصر. ولكل مكان مو بس شاعر الاماراتي الحالي، حتى القديم، حتى تاريخنا. نعم صحيح. راشد الخضر ما حد يعرفه. ليش انا اليوم شو من اللي عرفني بشعراء الكويت الشقيقه؟ اعلامنا نحن هو اللي عرفني بهم. لا حتى هم ابو سعود عندهم كانت المختلف، كان عندهم يعني فواصل مختلف السعوديه، احنا كنا نتابع يعني كان اعلامهم قوي مختلف الكويت. نحن يعني. ايه كان سابقين في كان عندهم حتى الصحف والجرائد وهذا سليم صح والمجلات يعني. هذا الحديث ذو شجن. انا انقل تحيات الشعراء عندي طلال الشامسي والنعم مرحبا ابو محمد الله الشريف اقول المطر المشاحي عيله خله الشريف الشريف الله يطول عمارهم جميعا والله والنعم والله والنعم. هذا انا افتخر اني اخوهم الصغير. اقول لك ابو سعود اليوم شغال انا صغير وانا صغير انا صغير وانا صغير يا خلاد ليش حاسد الحين بنسمي حمدان الشريف ابيات هداه ولكنه غلط قال انا يوم شاركت في شعراء القبائل من زمان ما شاركت وياهم يا اخي كنت صغير صدق ذيك الفتره احنا كنا يعني عمرنا كان عمرك 8 سنوات 4 سنوات. انا والله اربطك يا ابو ناصر على الثواب تعبيد حبيب الله يسلمك. والله لو كنت مقدم وعندي برنامج ما بستضيف الا مثل عبيد بن حصيف ولا عليك زود يا ابو الله يسلمك الله يبارك فيك ان شاء الله. هذا طلب بسيط من الشاعر تفضل. لف ضلعي من على كفوفك والبس يا سيدي عادي نضربه من الشاعر عزيز. حاضر تبشر يا ابو سعود احسنتوا وسلام وسلامنا للشباب السلام. كلهم حولك ولا تعشوا وايد ابو سعود خلوا لي عشاء بيكم ان شاء الله. مشكور يا ابو مرحبا الله يسلمك الله يسلمك حبيبي الله يسلمك. بنسمع قصيدته اللي طالبينها ابو سعود. ابو سعود يقول هو طالب قصيده طبعا غزليه ان شاء الله نكون حاضر غزليه تقريبا الحين ترى ندور غزل ترى اقول لك انت خل بس قلبك خضر يعني هو قلبه خضر انا الغزلي ما اطلع من في وايد لكن عاد عشان ابو سعود يقول لف ضلعي من على كفوفك الله والبسه يا سيدي عادي خاتمك وقياس عطروفك فدوتك يا ولد بيوادي او سويره تحت نفنوفك فوقها من خلطه الكادي الله والنويت الزين اطروفك خذ من المعلاق القلادي لين يزهي من على يوفك واليديل يداعب النادي الله الله ينتشل ويمر عكتوفك والبريس مطاح متسادي يا حلا هيبتك وقوفك زاهي وحلاتك يدادي يا حلا هيبتك وقوفك
زاهي وحلاتك يدادي تلمس السحاب من نوفك ضافي ومرهي وميادي ويا حلات اسمك ما حروفك لي موعني من أرقادي يا الطفل لمبعثر حروفك لي مخرب لهجة الضادي طارد الناظر من صفوفك يا العنيد الفوضوي الهادي تحسب أن ما حد يشوفك والخبر واصل للعبادي أعرفك ما تأمن بخوفك يا من بقوتك متمادي كل يوم تشطب كشوفك تضرب الإكسات وتعادي الله الله بلطفك وروفك زورنا لا تمر من غادي الله الله بلطفك وروفك زورنا لا تمر من غادي يا الغزال ما حد يلوفك دائرا في آخر الوادي أنت الأول ما حد يطوفك ماخذ الشارة والمرادي والنويت تحني يزلوفك بعصر بكفينك فوادي حاضرا في أمرك وشوفك في المحبة ضارب وتادي من ينوبي كرم ضيوفك قص من كتفي والكبادي عين وحدة خلها تشوفك واليمين اقدابها غادي الله 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 سوالف الله لا نحن عائل ابو سعود بنخليه كل مره يتصل يطلب شيء من هالروائع هذه الغزليه شاعرنا ابغى اسالك عن مدام ابو سعود فتح موضوع ان الاعلام وان ما يوصل الشاعر لمراتب وكذا حفظ أو اتجاه بعض الشباب أو كثير من الشباب الشعراء لحفظ قصائد الآخرين بغض النظر عن الجنسية من دول شقيقة أخرى أكثر من حفظهم لقصائد وأبيات من الإمارات هذا معناته مو بس الإعلام حتى الشاعر نفسه أو المتذوق نفسه أحياناً يعتقد بأن أنا سمعت هذا الكلام وايد أن الشاعر الإماراتي مو بلهنا قوي خاصة الشباب أنا أتكلم وحاطين عندهم في بالهم مرجع أن الدولة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية عندها شعراء أقوياء بصراحة وشعراءهم توب وأنتوا يعني السبب قال لي يا خالد العيسى الشاعر الجميل خالد العيسى قال لي أنا أعتقد السبب في أن كثير من الجماهير انخدعوا كانوا يحضرون أمسيات أنا جاوبت الحين على سؤالي بس جاوبت أنا بلسان خالد أبو جوابك نعم. أنه قال أن كثير من الشعراء من الناس انخدعوا لأن هذين اللي يسوون أمسية فيها مجاملة وشعراء يعني جيدين بس بعضهم مشي حالك تي أنت تحضر لهذه الأمسية ضارب خط مسوين فيها إعلانات تنصدم بأن الأمسية بسيطة جدا تروح لأمسية ثانية ما فيها شيء نفس الكلام نفس الكلام صايد. أو شاعر أحياناً يكسر أو شاعر ما عنده هذه الكاريزما والحضور على المسرح والكذا فتبدأ أنت تقل ثقتك في القائمين على المسيات يقول لك بيسوون يا ريال ما فينا أسير منو جايبين ما أعرف ما بسير خلاص الثقة يقول خالد قلت بسبب أن القائمين شوي أثروا المهم احنا قصائدنا تنحفظ قصائدهم تنحفظ أكثر عندنا من قصائدنا إذا الإعلام شو دخله في الموضوع؟ هل لأن لهجتنا يمكن ما توصل وايد ما تنحفظ؟ هل يمكن لأن الإعلام؟ طبعاً أنا ما أقلل منها طبعاً هاي لهجتنا ولكن أنا أتكلم شو الأسباب يعني من وجهة نظرك؟ والله الأسباب من الشعر نفسه وتسليط الضوء على نفسه إعلامياً على كلماته بمعنى أنا مثلاً شاعر المليون عديت مثلاً ثلاث قصائد أو أربع قصائد هنتين مشاركات وهنتين لهن الفرعيات انتشر حتى الأطفال حافظينهن ليش؟ لأن سلطت الضوء عليهن على القصائد هذيلا فأنت يوم تسلط تسوي دعاية مثلا لشيء مثلا تسوي دعاية لمنتجين بس بعد لا تنسى أنك في شعر المليون من غير غض النظر عن جمال القصيدة ترى هذه أنت سلطت الضوء على أنت اشتغلت على نفسك اشتغلت على قصائدك اشتغلت على أنك تتبى توصل القصائد هذه فكثر التكرار وكثر ما شهونك انت احفظ قصايد انا مره ياني ريال على بعد ما خلصنا من الحلقه قال انت عديت عيال زايد قصيده عيال زايد عيال زايد وقصيده ملك وصلا للدول الخليج الدول العربيه كامله يعني ما نقول كامله كان المتذوق الشعر بيعرفها حق منه ليش لانك انت مثل ما قلت في تسليط ضوء اي تسليط ضوء انت سلط ضوء انت تبى توصل هاي القصايد الحين يا ابو ناصر انت تقول كلمه دائما ترددها فأنت بتشتهر بهالكلمة هذه وبتطلع منو قايل إنها أبو ناصر قايل إنها مسلط الضوء عليك ولكنك لا تخليها من دون ما تسلط عليها الضوء ما تمشي مستحيل أبو أحمد هناك الإعلام أبو أحمد في شعراء في دول ثانية
مو مسلطين الضوء حتى على قصايدهم. عندنا شباب انا المشكله متابع هالامور وعايشه, عندنا شباب يتابعون يدورون دواره يعني شو كتب هذاك, حتى في الكوره بعد شو كتب جديد هناك, نفس الشيء في الكوره. كيف يعني عندنا بعد عيناوي صح منتخب اكيد بعد متعصب عندنا في المنتخب مثلا تعال طالع حد ما حافظ اسماء اللي عندنا المنتخب, حافظ اسماء اللي برا الانديه الثانيه, مش منتخبات منديه بعد عادي, لان شو هو متابع هذا, هو الاعلام وصل له خلاص, هو هذا الريال مهووس. يعني نرجع مرة ثانية ان الاعلام هو اللي نعم اكيد الاعلام كيف يوصل عليه. زين الحين كيف انا اغير راي المتابع العادي واقول له تعال 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 عندنا شعراء, عندنا ناس مبدعين, هذي اللي اسمع لهم وهذي اللي احفظ لهم, يطلع جمهور ثاني غير اللي يستمعون حق هذا لك. زين كيف اوصل لهالجمهور الثاني واطلعه من وين؟ اعلام بس ولا اعلام والشاعر نفسه ولا جهات خلي يحسن من اداته؟ الجهات الثقافيه ما لها دور يعني؟ لا اكيد الجهات الثقافيه اكيد لها دور, وزاره الثقافه مثلا جهه معينه عندك الأخر. مثلا عندك تونا نطلع اللي هو مهرجان الشارق للشعر الشعبي, هو وسيله تواصل تحت مو مقصرين صراحه, تحت سقف واحد مو مقصرين, فهم هذول الجماعه ينقلون عنك وينقلون لك فانت تتاثر وتاثر فيهم. اكاديميه الشعر بعد ابو ظبي تصدر وايد كتب, انا اقول لك لو بيت مثل ما قلت لك لو بيت واحد ابو ناصر طلع عندك انت بتكون فيه متميز يعني, ولكن كل واحد عنده جمهوره. صحيح. انا مثلا اسمع يعيبني هذا الانسان, يعيبني حتى لو ما عنده شيء, انت لو بتي تسمع له وتدخل في قصيدته بتعرف انها فارغه ما فيها شيء, ما ياس يتكلم عن شيء اصلا. جميل. لكني انا احبه خلاص بتابعه. جميل. انا على حسب ثقافتي. جميل. كمتلقي. الحين ابغيك تاخذ الاتصال على 09, حفظت الرقم سهل ترى الرقم, انا اقول لك 2 3 4 5. زين بس دبل الاثنين اربع مرات, 2 2 2 2 3 4 5 بس حفظته. اي نعم, اربع اثنينات 3 4 5. خذ الرقم عندك انت, خذ الاتصال. يا مرحبا. الو الو مرحبتين. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ها الصوت مو غريب عليك, كان ابو خالد هو الريال. هو مرحبا شاعر والاخ الكبير سيف بن عبود الكعبي. كيف الحال؟ مرحبا الساعي ابو خالد الله حيه. نور يا ابو احمد. نور الله يطول عمرك. هذا نور ابو ناصر. الله يسلمك. الله يسلمك. ونوجه لكم التحيه جميعا, جزاكم الله خير على هذه الاستضافه الطيبه الجميله جدا. الشاعر الشاعر سيف بن عبود. سيف بن عبود هو مو بشاعر, متذوق للشعر. هو مو بشاعر بس يوم يكتب يكتب شيء يفجر. متذوق للشعر. شاعر رزبه. جميل جميل. نعم. لا تهون يا ابو احمد. انا قالوا لي طلال الشامسي في البدايه. طلال الشامسي موجود عدالي ما بعيد. ايه عيل شكله طلال متصل وعطى سيف. يمكن. اقول لك لكم مكثر في الاكل طلال. شوي دابات. طلال شاعر عملاق يا اخي. اكيد طلال. نعم. معروف. طلال معروف شاعر عملاق. وهو اول شيء نشكركم يا ابو ناصر ونشكر الطاقم على استضافه شاعر الدار ابو احمد. الله يسلمك ان شاء الله. طبعا ابو احمد غني عن التعريف شاهد الله. طول عمرك. باذل المجهود ونتمنى له التوفيق دائما ان شاء الله. والله ابو احمد جميل وقدم نفسه بشكل جميل في الساحه بغض النظر حتى مو بشاعر من اليوم, بشكل عام ريال موجود وريال. الله يجزيكم خير صراحه مشرفنا كلنا. اكيد 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 اكيد. الله يسلمك. انا بس عندي ملاحظه او طلب صراحه من الاعلام سواء تلفزيون او راديو او اي وسيله اعلاميه موجوده عندنا في الامارات. تفضل. ان دعوا فضلك ان تستضيف مثل هؤلاء الشعراء وتقدمهم للساحه الشعريه, لان في شعراء صراحه مغمورين وموجودين ولكن ما حد يعرفه. صحيح. الاعلام عندنا مقل صراحه في هذه الناحيه. اول كان في برنامج شعراء القبائل وبرامج شعراء مجلس شعراء دبي وابو ظبي, لكن الحين اندثر هذا الشيء. كلام سليم. نتمنى انه يعني يحيى مره ثانيه ويعيد هذه البرامج. باذن الله باذن الله باذن الله. هاي ان شاء الله دائم عندكم ان شاء الله انتم تلفزيون الجيره وجزاكم الله خير. يعني البرنامج هذا الكل يتابعه.
الله يسلمك. والله إذا هناك شكر الساعة 9 و10 أننا نفتح تلفونات للتلفزيون إلا عشان نتابع. جزاك الله خير. إذا هناك شكر والله للهيئة، هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام، وعلى رأسهم طبعا سمو الشيخ راشد بن حمد الله يطول الشرقي، الدكتور والشاعر المبدع بصراحة، واللي توجيهاته دائما تعطينا حافز ودافع ان نقدم الاجمل. هذا ما اعتدنا من شيوخنا، جزاهم الله خير. الله يقصر، ما يقصر الشاهد، الله ما يقصر، الله يحفظهم. شيء سؤال للشاعر؟ والله انا عندي لا تسالني ابو خالد، لا تسالني. حاضرين حاضرين يا ابو خالد، اذا طلباتك يا ابو احمد المسيال اذا كان امكن. المسيال ايه والله حاضرين ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك. مشكور مشكور. موفقين موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. سلامنا للشاعر طلال ويسلموا عليكم كلهم. الله يسلمك يا من الشام. الشامسي والشريف موجود، ومحمد بن عبيد وابو سعود بالاتصال تو بعد موجود. ما شاء الله عليك. جزاك الله خير. جاب علي الوشاح. نعم الله يطول عمركم. سلم سلم على خير ان شاء الله. يسلمك. سلم سلم. جزاك الله خير. تفضل الشاعر سمعنا. يقول هاي قصيده ان شاء الله نكون حاضينها او حاضينها جزء. يقول الغزال اللي على البيده تربع، لو لقيته اثار مشيه ما لقيته، يتعب المسيال لا منه تهزع خطوته، يتعب المسيال لا منه تهزع ظلته، تغرم على توحه مشيته الله. قد بين الخط ومن بين المربع، خش ثريمن في قباله وفي قفيته، ذب محلول من السكر مشبع يشرب وعرقه على خد قريته. الله. ذب محلول من السكر مشبع يشرب وعرقه على خده قريته، يشرب وعرقه على خده قريته، والورود اللي على الحوش تفرع ليمر سكته قالوا فديته، والحلاوة من طرف عودة توزع طالعوا الأطفال اللي قدام بيته، وانت لفت كلاميرة للتبضع تشتري اللي بحياتي ما اشتريته. الله سوهلو. الله. هي قصيدة طويلة بس ما حافظ الا هذا من الله. زين نحن نبغى قصيدة من اللي حافظ، من اللي حافظنها. وخلك على هالمنوالة، لاحظ الطلبات كلها كيف؟ خميس والجماعة يبغون. اي والله. قال له هاي حق حمدان الشريف اهداء بما انه طلع اسمه، فيقول لها متمردة ييتي عصر، متمردة ييتي عصر، وتعصري فوادي عصر. عصر يا سيدة هذا العصر، الفصول في ديلك خريف، عنس جمالك ما عفى، والورد في خدك عفى، والأثر باقي ما عفى، يا شادني سيح الغريف، يا خاطفها البرق في خدك خطف، البرق في خدك خطف، يا شوق عين اللي خطف، جد وسواليف وطرف، خذتي عن العالم طرف، والكحل سرف الطرف وثناثر الدمع الذريف، البرق في خدك خطف، يا شوق عين اللي خطف، يا خاطفة عقلي خطف، بالزين والعود الزريف، جد وسواليف وطرف، خذتي عن العالم طرف، والكحل سرف الطرف وثناثر الدمع الذريف، ما ودنا بعد ورحيل، يا منزل ازهاب ورحيل، نوخت لي في الصدر حيل، وافعل بما تبغي صريف، العالم بدونك دمى، العالم بدونك دمى، وتحرك عروق ودمى، يا علاج جرح اللي دمى، شهدت حمدان الشريف. سؤال ابو محمد وجه له تحيه وشاعر جميل. اكيد اكيد. وولد شاعر، ولد شاعر محمد بن هاشم الشريف. نعم استاذنا وقدوتنا. نرجع لنقطة معينة كانت تكلمنا فيها قبل البرنامج، وكانت صراحة يعني حبيت أوقف عندها وحبيت أتكلم عنها بشكل أكثر تفصيل، وهي زيارتكم لأخواننا وجنودنا البواسل في اليمن. كانت عيدية أعتقد، كانت في فترة عيد. حلو أنك أنت تطلب للتواجد مع جنودنا في هذاك المكان، مكان الشرف ومكان النصر والفخر، وأنك يتم اختيارك من ضمن آلاف الناس اللي موجودين اللي يتمنون أنهم يتواجدون هناك. والله كان شرف كبير. أنا جاني اتصال من جهات معينة، يعني
قالوا لي عبيدنا ان احنا اخترناك انك تكون ويانا في الوفد، وفد الشرف اللي راح يسلم على قوة الواجب. وطبعا في هذا الكلام كان في عيد الأضحى وبالأحرى في وقفة عرفات. طلعنا وصلنا للمكلة وشفنا يعني دور جنودنا البواسل، هو مش إلا دور أنك أنت كدور في الجيش اللي تشوفها الناس دور حربي أو دور مثلا دفاعي، لا هو دور أكبر من هذا. نحن أنا كواحد مواطن عادي ما كنت أعرف دورهم صراحة، ما كنت مطلع، ما ثقفت نفسي أني أشوف دورهم أو أني أطلع على دورهم. دورهم كبير، مساعدة الناس اللي هناك ومساعدة أو القيام بالبنية التحتية أكبر من دور الدفاع وأكبر من دوره كجندي. نعم. طبعا موجود الهلال الأحمر، موجودة الشرطة، هم طبعا الشرطة يعقدون دورات تدريبية يعلمون الأشخاص العادية، المواطن العادي كيف على الأقل أنه يدافع عن نفسه، وأنا أو أنه كيف مثلا يتعامل ويا الجمهور. فسبحان الله كان يعني دور كبير، وأنا صراحة تشرفت شرف كبير والله. عديت قصيدة هناك قلت لهم نعم، قلت لهم حتى ما بطلع من بيلس عندكم. هي والله هو الشرف هذا أساسا بحد ذاته مفخرة لكل شخص يتواجد هناك. أي والله، ونحن نغبطكم والله على التواجد هناك، ونتمنى يا ريت نتواجد حتى لو بدريساتنا. حتى أنا القصيدة أبو ناصر إذا بحصلها في التلفون تسمح لي يعني. تفضل. اللي عديتها في نعم. في المكان هناك. بس كنت حافظنها يوم تعد هاي الساعة. هذيك نعم، هذيك مال القصيدة الثانية اللي هي مال اللي هي أولاد زايد، عيال زايد، هاي القصيدة الثانية. فهاي يقول فيها كل عام وانت بخير يا جندي الوطن، عرك ينزل عد ريسك دهن عود، لك الحديدة تشهد وتشهد عدن، العز خاشم هيبتك خلف الحدود، يا جنودنا الشجعان لبرض اليمن، أفعالكم على مواقفكم شهود، يا جنودنا الشجعان لبرض اليمن، أفعالكم على مواقفكم شهود، حتى الحلايل عن فعلكم عيدا، حتى الفعايل عفعلكم عيدا، يا جنودنا ولكم مشاعرنا وفود، حتى الحواري والشوارع والمدن ترسل لكم أزكى التهاني والورود، قلوبنا في شفكم لا ما هدن، يينا نعايدكم وفا يا ذي الأسود، أرواحنا حق الوطن تدفع ثمن، نحن جميعا للوطن درع وجنود، نحن جميعا للوطن درع وجنود. الله الله، أكيد احنا جميعا للوطن درع وجنود. القصيدة كان لها دور كبير بشكل عام، القصايد يعني كان لها دور قبل كبير في خلنا نقول في بيئتنا حتى. نعم. طروا المايدي بن ظاهر وقصايدة تناقلت، مع أنها ما في فضائيات ولا تلفزيون ولا غيره قبل 400 سنة، وقصايدة تناقلوها في مختلف الرواه، بس الرواه بصدور الرواه اللي وصلت سبحان الله ليه اليوم سبحان الله. ولكن كان توصل قصايدة من الظفرة لساحل الدهان مثل ما قال في إحدى قصايده لين رأس الخيمة، وكانوا يتناقلونها أهل البادية. وسبحان الله مثلاً خلنا نقول الرحالة ولا الغوافل اللي حافظين قصايد المايدي، كانت القصيدة لها دور فيها نصح. طبعاً قصايد المايدي أغلبها نصح ورشاد وحكمة والأمور هذه، فكانت القصيدة يوم توصلك تفيدك وتاخذها مثل، وتاخذ ابياتها كل بيت مثل عندك، وتطبق احيانا بعض النصائح اللي فيها الى اخره، كان لها دور. اليوم القصيده هل هي مثل هذه الفتره؟ هل القصيده اليوم لها الدور المحرك والمغير وال خلينا نقول المحفز ايضا احيانا، ام ان كثرة القصائد والشعراء والتكنولوجيا وإلى آخره خلتك تسمعها مرور الكرام وتستمتع فيها لحظتها وتنساها؟ لا والله في شيء يبقى يا أبو ناصر، في شيء يبقى يستمر. والدليل على أن مثلا يوم نحن سرنا اليمن طلبوا مني قصيدة عيال زايد، وين أروح تطلب؟ لأن تلامس اللي هو الوضع الحالي اللي نحن فيه وشهدانا، يعني الوضع بشكل عام، الوضع اللي هو في اليمن والوضع في الدول العربية بشكل عام. يعني اليوم القصيدة مثل قبل؟ لا أكيد طبعا
قوة القصيدة هي اللي وصلتها لنا. طبعا مو الماجدي وغيره من الشعراء الثانيين، فهي قوة القصيدة لو ما كانت في شعراء ما وصلتنا قصايدهم. ليش؟ صحيح، ما كانت قوية، أو إنها ما كانت تلامس قضية معينة أو تلامس بيئة معينة، كان راحت مع الريح يعني انتهت. ولكن القصايد اللي وصلتنا فعلا كانت قصايد يعني قوية، وجودتها في ذاك الوقت جودة والدليل على أن القصايد من ظاهر مو كل واحد يفهمها. صحيح، لازم ألفوا فيها كتب عشان بس تفسير أو تحليل المفردة اللي فيها. صحيح، فهي قوتها القصيدة هي اللي تثبتها تخليها مستمرة للتاريخ مثل ما تقول يعني. جميل. نعم. إيه بس يمكن قبل كانت ما توصل قصايد، فمن توصل قصيدة خلاص تنتشر، والناس هنا. كانت أبو ناصر الأول تحفظ يا أخي، مو مثلنا الحين. إحنا تجلس على قصيدة يمكن يلا تحفظها ما أدري في شهر ولا في شهر ونص. لا، وبعد الحين توني اسمع حد يخبرني يضربون ابر بعد للذاكره بعد. اي والله يتيمل هات لنا وحده. اخاف تجيب لنا الزهايمر الحين، احنا مو بنعرف تبغيها قبل لمسيات وهالسوالف هذه. تفيد تخدم. نتوقف عند فاصل عبيد ولا؟ نعم، نريح شوي فاصل الاخير عشان نرد نكمل واسمع القصيد والاتصالات. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، بنتوقف عند هذا الفاصل القصير، لا تغير الموجه ولا تروح بعيد، راجعين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، واتمنى ان تبقوا معنا في اخر جزء من الحلقه وتستمتعوا معنا ومع شاعرنا اليوم الشاعر عبيد بن خصيف الكعبي. للتواصل معنا بس حب أذكركم أيضا بأرقام التواصل، رقم الهاتف هو 09-42-345، هو من خارج الدولة مسبوق بفتح الخط. وعبيد ترى الاتصالات ما شاء الله، يعني يقول لي أخونا عبد العالي هناك في التنسيق في الاتصال يقول لي والله شابة من طيبهم شابة. نعم، الشاعر الحقيقي منه من وجهة نظرك؟ يعني كل حد يقول أنا شاعر، لكن في شاعر تقول عنه يستحق كلمة شاعر؟ الوطني، شاعر الحقيقي اللي همه بلاده، هذا هو الشاعر. هذا بالنسبة للقصيد، لكن بالنسبة للجودة أنا أتكلم كجودة استمتاع، يعني كاستمتاع. أنا بقول لك شيء مناصر، في فكرة غايبة عن أذهان الجميع. شوف الشاعر اللي ما عنده لغة، اللي هي اللغة الأم العربية الفصحى أو في النحو أو في كذا، يعني ما عنده مثل ما تقول على الأقل لو اطلاع بسيط ما بيوصل مكان. والدليل على أن في ناس ما يقدرون يكتبون مثل ما يكتب الشاعر المتعلم أو الشاعر المثقف أو الشاعر. قصدك كمفردة جديدة في قصيدة؟ وهذا مش إلا في الشعر، حتى أثبتت الدراسات أن اللي مش متمكن في لغته ما يقدر حتى في اي مجال، دكتور مثلا مجال الطب او مجال هندسه او مجال، المتمكن في لغته بتشوفها متميز في كل حاجه. جميل. نعم، فهني اللغه لها دور كبير في الشاعر وتنميه مواهب اللي هي المواهب. يعني انت الشاعر مع انه لازم يكون مطلع ويقرا ويتابع لازم من اوقات من كتاب واحد أو من فقرة من كتاب ممكن أنك أنت تستشف منها معنى وتكتب عليها قصيدة، ويمكن صح تضيف لك في قصيدتك وتحلي قصيدتك إسقاطات أكيد. معينة تضيف للقصيدة أكيد. خلنا نأخذ هذا الاتصال. تفضل. نأخذ هالاتصال على 09-42 كم قلنا الرقم حفظته؟ 42-56 ما قلنا 2-3-4-5 42-3-4-5 أوكي صح؟ نعم. بعد شيء ثاني ولا؟ 09-42-3-4-5 ألو، السلام عليكم. مساكم الله بالخير، ما أدري صبحكم الله بالخير. هلا والله، مرحبا أبو راشد. منور الفجيرة ومنور برنامج فداكم شعر يا أبو ناصر، بوجود هذا الشاعر المبدع. الله يسلمك إن شاء الله. الشاعر أسرج طموحه حرف الشعر.
الله يسلم عمرك. الشاعر حمدان الشاعر حمدان السماحي. خلنا نعرف بك اول شيء. خلاص معروف صوتك. الشاعر الشاعر حمدان السماحي براشد. براشد انا سمعت منك ابيات في في زايد من الصيف. لا هي تو قبل شو قلت؟ حرجني هني على فكره الاستديو جزاه الله خير هو صحيح. هو محمد النقبي ابو علي ويسلمون على الشاعر. صدق حرجني هذا. انا تينا ابيات مثل من مثل حمدان السماحي يعني ما اعرف شو اقول. ما عليك زود والله ما عليك زود. انتم ارواحكم مدرسه ونحن نتعلم منكم. الله يطول عمرك. شو قلت الشاعر؟ والله تعنا لك يا بن الصيف واجي لك. شاعر العنوه والله نسيته يا اخي. كاتبها بنفس اللحظه هيك الساعه. ايه كاتبها. تعنا لك يا بن الصيف واجي لك. هو شاعر تستاهل العنوه والله نسيته ما جت على بالي والله. هو شاعر رزفه يعني. انا اول ما بدأت مره ريال عدى قلت له هاي هايك الساعة الحبيب شغال. كان عطاني بعين يا ريال. لا لا ما عطيته. زايد التاريخ والتاريخ زايد قال بعد براشد. هذه ابيات في عام زايد. نعم زايد التاريخ والتاريخ زايد. مثل البيت هذا معنى اذا جاز اختصار. هذا التاريخ الله الله. هذا البيت صدق مثل هالاشياء. هذا خلاص يثبت ختم. ما عليكم زود. أيوة ما عليكم زود. تاج على راسي يا ابو ناصر وأول عمرك راسك فوق يا ابو راشد. الله يسلمك. عندي سؤال ما بس تبقى اخوي الشاعر فارس الحرف ومهندس الكلمه خميس مبليشه جزاه الله خير تكلم عن المنابر وايضا هو من شاعر المليون. نعم تقريبا وايدين شاركوا في شاعر مليون لكن خميس مبليشه وعبيد خذوا تميز او خذوا القاب يعني. نعم ولكن من وجهة نظري هل يرى أن اللهجة شاعر اللهجة لها دور هي في أكثر أن توصلهم من المتلقيين الإماراتيين أو هم محافظين يعني البيت خميس مليجة تحصل أن في شعرهم يعني يقول لك ليش مثلا هالتنين تميزوا يعني تلاقي بالإضافة لهم شعراء مبدعين لكن اللهجة هم أنا أتوقع أن اللهجة هي اللي خدمت اللهجة أو المفردة الإماراتية إذا صح التعبير. أحيانا ترى اللهجة مو بشرط أنك أنت نعم. تجيد استخدامها يعني نعم. يعني دام إحنا نتناقش نعم. أحيانا تكون أنت طبعا كل حد يعني يروم يكتب باللهجة لكن ما يجيد استخدام المفردة وتوظيفها. توظيفها هني. فيك الشطر كامل مو مفهوم. خاصة المفردة الإماراتية لأنها ناس يعتبروها فقيرة وبالعكس إحنا بيئتنا خاصة. طبعًا. عندنا مفردات نقدر. بس كيف كيف أنت توظفها في قصيدتك؟ وكيف تستخدمها في قصيدتك؟ هي السالفة مو سالفة سوري يعني البعض يبغي يسوي عمره أنه كاتب فهمت قصدي بلهجة إماراتية. فيجبر نفسه على اسلوب تحس انه متصنع في الكتابه. لابد انك تكون اساسا متقن للتوظيف. انا ما اقول للكلام للهجه اكيد انك متقن لكن متقن للتوظيف. صحيح. كيف توظف ابياتك في قصيدتك. صحيح. فانا سؤالي عن دور اللهجه في الشعر النبطي ودوره في الاحساس. احيانا تحس ان اللهجه أو المفردة الخاصة بالدولة لها إحساس آخر يعني لو حطيت مفردة ثانية ما راح توصلك نفس المفردة اللي مال دولتك أو مال دارك أو مال عربك. أنا ما أتكلم عن اللهجة الشعبية دارجة لا أنا أتكلم عن المفردة الإماراتية وتوظيفها في البيت الشعري. نعم. والشاعر حمدان السماحي واحد من الشعراء اللي متعصبين للهجه الاماراتيه. ما يطلع عنها. تحس ان اللهجه الاماراتيه مدام ويانا حمدان خلينا نسال بيت. تحس ان اللهجه الغارقه في العاميه خلينا نقول الاماراتيه او بمعنى اخر ما تحس انها تقلل من انتشار الشاعر خارج حدود الامارات لان في بعض الدول ممكن انها ما تفهم اللهجة هذه والأفضل أنك تروح على لهجة بيضة. أنا هني ترى يمكن أعني توظيف المفردة أنك أنت ما تكون وايد غارقها بال لا بالعكس اللهجة مفهومة عند الجميع ما تطلع عن المفردة. طبعا أنا وياك حمدان في هذه قرية الحين العالم قرية العالم كله قرية الحين أنا أعرف
اللهجة السعودية، السعودي يعرف اللهجة الإماراتية، وكل كلنا حتى الدول العربية، وأنا في النهاية عرب، يعني اللهجة الإماراتية وين طالع من مستنبطة؟ أكيد طبعا من اللغة العلم، لكن في بعض المفردات يمكن أنها مش مفهومة، لكن شيء جيد أن مثلا المتلقي مثلا اللي في الدول الثانية أنه يبحث عن الكلمة هذه كثقافة له. على فكرة لو أنت وظفتها صح ما بيحتاج يبحث، ما يحتاج لأنه بس بين معناها. صحيح هي. صحيح هني هذا قصدي أنا، لكن من خلال بيته والجملة اللي درجت فيه معناها واضح صحيح. لكن حتى تحسها يعني تتقبلها بسرعة، تدخل القلب بسرعة، وهذا ميزة الشعر العذب صحيح أنه يدخل القلب بسرعة، يمزج مع الأحاسيس. يقول الشاعر عبد الله بن ذيبان، نعم الله يذكره بالخير، يقول ان الفرق بين الشعر قبل والشعر اليوم الستر، بمعنى ان القصيده قبل كانت فيها هذه وجهه نظره، وهذا كلامه قال الله يحفظه. يقول ان الشعر قبل، الفرق بين الشعر قبل واليوم هو الستر. اليوم القصيده كل حد اسمها توريه في الشعر، انك انت تذكر ما تذكر بشكل مباشر، هي محاسن مثلا ومفاتن معينه تذكرها باشياء ثانيه. فهني في حد لا يجيبها، كانوا قبل الشعراء يعني ينقدون على الشاعر اللي بيجيب اسم او مثلا بخاطب الانثى بالتانيث انت او كذا يعني. فالحين اصبح عادي مثل ما قلت، ولكن في الفتره الماضيه بس يا ريان انا اشوفهم قبل اقول اشوفهم قبل كانوا زايدينها اكثر يعني. كانوا زايدين. انا اكثر عندهم اشياء، عندهم عود ما فينا نقول يعني في اشياء بس كانوا قبل العود والفوق وتحت وكل شيء، كل وصف عندهم. الحين بالعكس اذا حد وصف قالوا له انت يعني خدشت الحياه، فهذا الظاهر تعصب حق السابق، ما ادري عاد السالفه. زين شاعرنا جزاك الله خير يا ابو راشد، ذكرتنا البيتين تسلم يا ابو راشد. اتعنى لك يقول اتعنى لك من الصيف واجيلك، شاعر تستاهل العنوه وزياده، اوقف جلال لجل شخصك دخيلك، الشعر وقف وخلدك مداده. الله يعزك يا ابو راشد، تسلم تسلم الله يحفظك. السلام عليكم واسمحوا لنا على الاطاله، وتحياتي لكم ولطاقم البرنامج، وشكرا على البرنامج اللي نتمنى له دائما الاستهار ان شاء الله. الله يطول عمرك. الله يسلمك ويطول بعمرك ان شاء الله. جزاك الله خير يا ابو راشد. شاعرنا خلنا نروح لقصيده مدام دردشنا ويا يا سيدي. ما يوز عنك مبعد وبالي مشغلنا، ميهود والاسباب منك ويرونا فوق ونا، الله ما ادري وش اللي مغيرنك، صاحبك كانك ناسينا، اتذكر عهودك عسنك تلطف بمن قفيت عنه، اتذكر عهودك عسنك تلطف بمن قفيت عنه، شوف النواظر يدمع عنك يبكن زمان عايشنه، على الدروب يتاب عنك حتى النسيم تخبرنه، الله على الدروب يتاب عنك حتى النسيم تخبرنه، توه في وادي طارينك وسمعت له في اليوف حنه، وللخواطر ما نسنك ذكرك في معلاقي حينه. يا سلام هاي اللهجه الاماراتيه. يا سلام قصيده. يا سلام. بس هني اقول لك الشاعر يوم يكون مبدع، يعني من الاسماء الجميله جدا اللي انا يعني بالاضافه لكم سيف السعدي مثلا، من الشعراء ابو حمد اللي يعني يوم تقرا له اللهجه الغارقه في العاميه مع الحداثه ما تدري كيف. صحيح يمزجها يعني بشكل جميل. ذكاء شعري. صحيح نعم صحيح. راشد شرار ايضا. صحيح ان شاء الله عليه. شعرانا كلهم كتبوا يعني واكبوا، خاصه الشعران الاكبر منا واكبوا جيل الشعبي واكبوا جيل الحداثه، فالحين بدوا يتحدوا الشعراء الشباب في الحداثه ما شاء الله. اي والله نعم شعراء وايدين، حتى لا ننسى ابو حمدان. اي نعم حبيبنا الشريف. شاعرنا اذا بتكلم عن جانب ثاني اللي هو خلنا نقول التعاملات الغنائية أو الشيلات أو الشلات إلى آخره، هل لك في هالمجال؟ دخلت في هالمجال ولا؟ والله هو كنت ما أحب أن أدخل في هالمجال. حتى الشلات ولا الشلات؟ لا والله في استوت لشلات، يعني شلوا لي بعض الشليلة كذا، ولكن مقل عاد من هاي الشلل هاجس الدرع كعب ومقل ونصم ما شاء الله ما شاء الله أصوات
لا حين يطلبون 50,000 و40,000 وين يا ريال انت لك قصتين تبالك روحك ما الشله ها الحين او الشيله هذه 40,000 حد يمكن يطلبها الشكل يعني بس يمكن بالغ له لا لا يعني ممكن هم يطلبونها ولا يعني خلنا نقول يعني ملحن وآلات وكذا معنا ما فيها شيء والله لا حد يقول لك لايف لا بالعكس والله حد لا والله مو بأن ملحنين كل واحد لها دور لكنها أنا روحي مقل والله مو بعشان موضوع معي لكن سبحان الله ما اتجهت اتجاه هذا ما حبيت انك تتجه لا لكن لو حد يجيني بيقول بغني لك قصايد كذا اقول تفضل خلهن عادي يعني. الغنى ما عندك مشكله قلت لي الحين خلاص عاد يمكن افتح الباب يعني. هل تحس ان هذا يوصل بسرعه الشاعر؟ اكيد الغنى دليل على انه لو بترجع للكلمات الاغنيه بتقول شو تتكلم لو عدها لك الشاعر عد عادي بتقول صحيفه يا اخي هذه نعم. لكنها تعدلها الاغنيه دائما سبحان الله يوصلها حق واذا كان اللحن عاد ضارب توب لا بتستوي الامور احسن واحسن بحكم برنامج شاعر المليون وانك كنت فيه الفتره الاخيره او السنوات الاخيره كانت كثير من المسابقات تطلع شعريه يعني انا سويت مسابقه في الاذاعه ويابت يعني مردود قوي يوم كنت في الاذاعه فالمسابقات الشعريه فيها مردود فتغري الآخر أنه يقدم مسابقة أنه يسويها إن كان لغرض المسابقة نفسها وتحريك المياه الراكدة أو إن كان لغرض مالي يعني وتجاري أنت مع المسابقات بشكل عام أنها تكون موجودة والله هل تخدم يعني شوف المسابقات ومثل اللي تكلمت عنه أبو ناصر أنك أنت أظن قلت لي سويت مسابقة مرة ولكن اللي قايمين على المسابقات لازم يكونوا ذكي أذكياء ويكونون عندهم وعي بمعنى أنك أنت مثلا ما تعطي المسابقات دائما تخلي الناس تتجه لوين الشعر الحداثي وتنسى الشعر الشعبي أساس إرضاء للجنة فأنت من دون ما تدري الناس الشعراء تركض وهذا تركض وتغفل عن الجانب هذا فنحن عندنا وايد مثلا فنون شعبية وعندنا مثلا اللي هو مثلا الرزفه عندنا اكثر شيء منتشر والعياله صحيح الحين لو بتسوي مسابقه كلماتها بسيطه بس ما حد سوى مسابقه فيها بكلماتها قد مرت عليك مسابقه لا هم يسوون مسابقات في اقوى قصيده انت اقوى قصيده ما بتجيبها شعر شعبي بتحاول تجيب مثلا معنى قوي صحيح ولا لا نعم. فانت بتهمل الجانب هذا هاي تراها بعد سلبيه كبيره اي صح هذه نقطه لانك تبغي ترضي اللجنه هي انت او بمعنى خلينا نقول التقييم اذا كان على مستوى العربي انت تبغى تنافس ما تبغى تكتب اي شيء يعني صحيح هي مشكله يعني نعم زين شاعرنا الديوان الشعري وين بعيد عنه هل لك نيه ولا اعتقد ان احمد شوقي يوم كتب ديوانه قال استعجلت فيه وانا سبحان الله هي شوف يعني الديوان مش انك بسيط انك تسوي ديوان تقدر تسوي في واحد يسوي لك 10 دواوين تلاقي قصايد تولفن وتحط لك انك انت شو تبغى تقدم يعني يمكن ان شاء الله بس في فكره ديوان ان شاء الله بس بعد شوي حاضرين والله ان شاء الله حاضرين خبرنا احنا حاضرين الله يطول عمرك من اي جهه تبغيها الله يجزيك شاعر خير. مثلك شرواك لا بد ان الله يجزيك خير ان شاء الله يا ابو ناظر خذنا للشعر نبغي عيال زايد نعم بحكم ان ما سمعناها وهي من اهم القصايد اللي مهمه عندنا ان شاء الله يقول خليفة هن آمر علينا نوعد ونوفي في وعدنا شعب إذا استشهد خوينا بداله نطرش ولدنا عيال زايد وش علينا خذنا العزايم من مهدنا عيال زايد وش علينا خذنا العزايم من مهدنا على الجزيلات ابتدينا والطيبات تي بعدنا والله ما تقصر يدينا ما دام أبو خالد سندنا الله عيدها خليفة هن آمر علينا نوعد ونوفي في وعدنا الله شعب إذا استشهد خوينا بداله نطرش ولدنا عيال زايد وش علينا خذنا العزايم من مهدنا على الجزيلات ابتدينا والطيبات تي بعدنا الله والله ما تقصر يدينا ما دام أبو خالد سندنا يا سلام يا سلام عبيد الشعر النسائي هل أنت مع أن في شيء اسمه شعر نسائي وشعر رجالي ولا الشعر شعر
وتسمع لأي واحد منهم يعني إن كان الأنثى ولا الذكر؟ ما في شعر نسائي، في شاعرة وفي شاعر، ما في يعني شو الشعر النسائي هو مو بمنتج. في منتج مثلا اللي هي المكب وهالسوالف هاي حق الحريم، ولا مثلا شيء، ولا مثلا عطر، هذا عطر نسائي وعطر رجالي، لا هو الشعر عند الحرم وعند الرجال، هذيك شاعر وهذا شاعر وهذا رجل شاعر يعني. بس انت تسمع لشاعرات؟ هل تتابع لشاعرات تقرا؟ اكيد هي نصوص، انا ما اسمع كشاعرات معينات ما اسمع، وكشعراء معين ما اسمع، ولكن اسمع اذا مر عليك نص يعني. نص يعجبني النص القوي. البعض يقول لك انا والله ما اقرا، ما بعدين اشوفها مذيل باسم معي ناس معينين. البعض يقول لك انا ما اقرا شاعره ما استصير. اوقات تحصل في الواتساب مثلا طرشوا لك قصيده، اول ما قريت هذا قلت اعوذ بالله، سكرت روحت لشيء ثاني، ولكنك في قصيده تشدك يعني بغض النظر عن كاتبها، ما تخلص منها لان تعرف تشوف توقيع راعيها تحت. بغض النظر عن منو، بغض النظر، بغض النظر عن الشاعر. شاعر طلال السعيد الكويتي قبل من زمان سمعت له مقولة في لقاء يقول الشاعر مكانها المطبخ. وجهة نظره، وهي فعلا شاعرة بتطبخ وبتسوي شعر وهيك حرمة وبتطير الطيارة ومهندسة ودكتورة، ما فيها شيء. حتى احنا اوقات حتى الرجل اللي يدخل المطبخ ترى وقت في السياحة ونصير نطلع ورحلات وهذا، منو يطبخ؟ أخاف البيت، أنا نطبخ، أخاف البيت. مو بعيب، مو بعيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أكيد نعم. طبعا طبعا. لا أحرجتني صراحة في هاي، ما أقدر أتكلم. إذا سألوك قالوا لك شيء في الساحة الشعرية تبغي يتغير، شو اللي تبغي يتغير؟ والله مثل ما قال رد لابن بليشة الخميس، ما يتغير بس نجدد، نجدد دماء، نجدد شعر قصة عندنا في الإمارات، وأتمنى أن يستوي ملتقى. إحنا بتشوف الدول الثانية عندنا، دول الخليج فيها ملتقى، حين في عندك ملتقى عمان صح، عندنا منبر شاعر مليون لكنه لغرض معين صح. يعني مسابقة هذه الشارقة نفس الطريقة، يعني الشارقة بعد ما شاء الله عندهم، لكن نبقى على مستوى الإمارات كلها. جميل. يعني ملتقى حتى بين الشعراء، احنا ذاك قبل تقريبا شهرين او شهر ونص او شهر تقريبا الشهر الاول صرنا نسلم على الشيخ محمد، تولفه الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، تولفه ابو ناصر كنت ويانا، تولفه الشعراء كملتقى الثاني يسلمون على الشيخ. ليش؟ لان الشيخ محمد يشجع الشعر صحيح. فنتمنى ان مثل هذه الهامات وكبار الشعراء الموجودين ان تكون لهم مثل يكون ملتقى. جميل جميل. شعرنا سرقنا الوقت، احسك انصدمت والله. انت قلت لي، قلت لي بيخلص الوقت وانت ما تدري، فشوف بس الساعه 12 ونص ترى. انا قلت لك الوقت يقول لي ساعتين ساعه ونص وايد، قلت له زين ما علي بنتفاهم بعد الحلقه صحيح. لكن الحين نبغي نختم بقصيده منك ونطلع بها بعدين على الختام، لكن قبل القصيده ابغيك تقول شيء لجمهورك اللي يتابعون عبيد بن خصيف الكعبي وساندوه في كل وقت وكل مكان يتواجد. والله فيه. يا ابو ناصر والله اني عاجز على الشكر، خاصه الجمهور اللي تواجد على مسرح شاطئ الراحه، يعني انت تطلع ما تفكر في نفسك، تفكر انك كيف ترضي هذا الجمهور. جميل. فكرت كيف ترضي اللي متعني لك واللي يسمعك واللي شو يبون هذيلا. صحيح والله يا اخي من طيبهم. والحين انا اقول لهم بعد، اقول لجمهورك ان تريو خميس في ملتقى عمان الشعري القادم، وفي ايضا ان شاء الله تاريخ 25 نعم تاريخ 25 الشهر في فعاليتين بعد ثانيات والله في تقريبا في دعوات نعم اكثر دعوات من دعوه، لكن اقرب وحده هي ملتقى عمان الشعري وملتقى كبير. نشكر اخونا فهد السعدي القائم عليه والمؤسس لهذا الملتقى. شاعرنا انا اشكرك جدا، الله يطول عمرك، وأبغي أسمع منك نص نختم به، وأقول للمشاهدين ومستمعين شكرا جزيلا على متابعتكم. أتمنى أن قدمنا حلقة تليق بذائقتكم مع هذا المبدع الجميل شاعرنا عبيد بن خصيف الكعبي اللي بيختم معانا الحلقة بهذه القصيدة. يقول تكتب غزل، أكتب غزل من كل بيت عطرك، أكتب غزل شاعر، أكتب غزل من كل بيت عطرك،
أكتب غزل شاعر لا وشاعر جري، أكتب غزل من كل بيت عطرك، أكتب غزل شاعر ولا شاعر ثري، أكتب غزل إذا بغيت أصورك، أصورك ما هو رسم بين أسطري، ما عاش حرف من حروفي كدرك، أغزل سحب وطلعك للمشتري، ونزلك درج درج وقدرك، وخايلك تمطر غزل من منبري، أسكنك لين الضلوع تسكرك، وسورك بين الحشاشة والمري، وابني أمل وكبرك وصغرك، أصغرك عمر يمتع محجري، وكبرك لين البيوت تكبرك، لين صار الحرف من كبرك جري، أفسرك وعجزت كيف أعبرك، أبلغ عن دموع القلم في دفتري، وأثقل عن متون الجمل لا تصدرك، وخف من نظم الشعر على البحتري، من كبر قدرك لا بغيت أتذكرك، لازم أخذ لي شيء مثلك سكري، من كبر قدرك لا بغيت أتذكرك، لازم أخذ لي شيء مثلك سكري، يا من تناقض ملحك ويا سكرك، إيه يا من تناقض ملحك ويا سكرك. طبعا هذا بنلغيها، مهما بلغ كبر الرقم اخاف ان من كبر قدرك لا بغيت اتذكرك، لازم اخذ لي شيء مثلك سكري، مهما بلغ كبر الرقم ما كثرك، يهدى من انفاس المشي قبل الجري، واسرع من اهداب الهد واسرع من اسهام الهدب لا قدرك، وارفق من الملام لمسخد الطري، يصدق من شعور الطفل لا ذكرك، واوثق من اثبات البراءه للبري، أكتب غزل نعم بغيت أخبرك، طرق بدوي على تلاحين حضري.